الله معكم اختي المستمعين، سيم المسيح مع كل واحد بقلبكم. عنوان حلقتنا اليوم الاسبوعية كلمتين: صلاة ورجاء. يا رب انا خايف، انا انسان ضعيف، افكار كتيري عم تتلاعب جواتي بداخلي، صراخ الاطفال وانينهم، وجع الامهات ما عم بتفارق عيوني، عم شوف الابواب كلها مسكرة، بس ولكن بقلبي في شي بيقول لي انه انت الوحيد القادر انه تفتح كل الابواب. الابواب اليوم مسكرة، بس انت الوحيد يلي ناطر بس كلمة منا حتى الابواب كلها تتشرع قدامنا. انت وحدك القادر انه تزيل الحواجز المتراكمة بدروب حياة كل واحد منا. الأكيد يا رب أنه قدرتك بتفوق تصوري المحدود، وحبك إلي هو الوحيد الصادق والحقيقي. بس يا رب شو بعمل؟ أنا خايف. أنت قلت لي تعالوا لعندي وأنا بريحكم، وأنا أكيد أنه أنا واثق بكلمتك ووعدك إلي. ليش أنا خايف؟ وأنا بعرف أنه أنت قادر تفتت الغيوم وتحولها لأنهار تسقي العطشانين. أنت وحدك يا رب قادر تحول أعدائي لأصدقاء، وتحول العتمات بهالدني لينور يضوي حياة كل واحد فينا. ليش أنا هيك؟ لأني خايف، ولأني كمان تخليت يمكن عنك. وبعدك رغم كل شيء بعدك مصمم وبتعمل المستحيل حتى تنشلني من هالعتمة، من هالضياع، لأنك خير وكريم ومعطاء. شدني صوبك يا رب وتمسك فيي أنا اللي عم بغرق، ما تخليني أفلت من إيديك. أنت قلت يا رب على سير مار بولس: ما رأته عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر ما أعده الله لمختاري. وانت وانا يا انسان، يا خي الانسان، رجاع وساء بكلمة الله، ورجاع مسوك هالدفي وما تضيع البوصلة ابدا، وما تضيع حالك، وتترك ارسك وتاريخك والنور اللي حطه ربنا بقلبك. ما تعيش بوهم انه انا بعرف كل شيء. انا البداية والنهاية، والله إلك وإلي مجرد كلمة بتمرق. ما تنسى إنه بنهاية المشوار رح تندم على خيارات كتيرة أخدتها بحياتك. هونيك في أبواب، مش أنت رح تنقي أي باب تفوت منه. شو حلو هونيك ترفع شارة الصليب، وفي حراس ناطرينك رح يقولوا لك أنت كنت أمين ووفي لإيمانك ولالله ولكنيستك، وتسمع الزئيف والترحيب فيك، وصوت حنون بيجي من بعيد ورح يقلك: أنا اشتريتك بدمي على الصليب، وأنت كنت أمين على وصاياي وعلى كلمتي، تفضل دخول إلى فرح سيدك. وهونيك رح تكون مكرم وراسك مرفوع. بس هذا كله معلق شو أنت بتزرع بهالدني، وكيف بتتاجر بالوزنات اللي ربنا عطاك اياها. بلش عبي سراجك زيت، وما تضيع فرصة العمر باختيارات ضد ضميرك وضد انسانيتك وضد الله وضد كل شيء، بس لانك صرت فارغ. والظلمة اخوتي هي اليوم للأسف هي البوصلة اللي عم تمشيك وتمشيني. يا رب نور حياتي بكلماتك، وانت يا رب نوري وخلاصي الى الابد. امين. والله معكم جميعا. انا نور العالم اللي جاي بعالمنا الغريب، انا البداية والنهاية، انا هو الطريق.